استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر
ألم نشرح لك يا شريف رسالة سبقا
الشريك ونربط قلبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشائخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفروضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وفتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Fransızca biliyorum. Biz onlar biliyoruz. He? İkisi de biliyoruz. Lan sağlam mı abi? Hadi.